هو اليوتيوب بالنسبه لي اخويا اليوتيوب بالنسبه لي هو واحد الحاجه كنفرغ فيها داكشي اللي كنحب انا اي حاجه كنحبها واي حاجه يقدر بنادم ما يقدرش يديرها حيت ما يمكنش واحد يتصنع الشخصيه ديالي دونك هاد الشخصيه انا اللي كتشوف فيها قدامك دابا كنحاول نطبقها في الويب المغربي وفي نفس الوقت كنبارطاجيها مع الناس وفي يوتيوب هذا هو بالنسبه لي يوتيوب يوتيوب بالنسبه لي هو واحد الفضاء اللي تقدر تعبر فيه كما بغيتي بدون حدود هو بديل للتلفازه بحيث انه اي واحد يقدر يبين الموهبه ديالو للناس اللي مهتمين بذاك الدومين اللي باغيين يشوفوا داك الشيء. اليوتيوب بالنسبه ليا هو حياتي هو فن هو ابداع هو واحد المنصه وهو الاعلام ديالي. السلام عليكم. يوتيوب بالنسبه ليا انا هو جزء كبير من حياتي ماشي من الناحيه ديال الماديه يعني الفلوس اما من ناحيه اخرى يعني شي حاجه اللي كنبغيها. بالنسبة لي يوتيوب هو المستقبل وواحد وسيلة يعني إيصال المعلومة بواحد طريقة سهلة وتوصل لها العدد كبير ونقدروا نغيروا به بزاف ديال الحوايج يعني نوصلوا أفكار نديفلوبيو الوطن ديالنا. السلام عليكم. يوتيوب بالنسبة لي هي واحد الحاجة اللي كتقدر أنك تبارطاج مع الناس شنو كتعرف تعرف على الناس جداد بحال دابا هاد ليزيفينمون هادو وشكرا لكاع الناس اللي كيتفرجوا فيك اللي مابوني ليك وتابوناو عنده وشكرا بزاف. يوتيوب بالنسبة لي اليوتيوب هو واحد الوسيلة اللي تقدر تعاون بها أي واحد اللي تقدر تشارك فيها شي حاجة مفيدة اللي تقدر تنفع بها ناس بزاف وتقدر تعاونهم فياتهم وتقدر تخليهم يزيدوا في الطور. يوتيوب is a platform for sharing videos. I am a YouTuber. I share videos about everything and nothing really. Yeah, it's a social network for videos. That's all what I can say about it. يوتيوب هو عالم جديد عالم من الحرية ومن الإبداع ومن التواصل والعلماء. اليوتيوب هو العلماء 100%. يوتيوب بالنسبة لي كتفرغ المواهب ديالك وتبقى فين ترتاح.